سيطر على جعار في غضون أيام. ومتابعة لهذا الموضوع معنا على الهاتف من عدن الكاتب الصحفي أنيس منصور. أنيس، يعني هذه المعلومات التي يتحدث عنها الجيش اليمني كل يوم تؤكد بأن العمليات وكأنها لم تصل إلى ما تم الإعلان عنه، يعني من دخول مدينة جعار وإخراج مقاتلي هذا التنظيم منه، وبالتالي كيف يمكن للمراقبين أن يتابعوا صدقية البيانات للجيش اليمني؟ أخي، يعني القاعدة وصلت لها تعزيزات مساء أمس وشنت 3 عمليات هجومية اليوم على مواقع عسكرية، بل واستولت على 3 دبابات و2 أطقم وعدد من المعدات والآليات العسكرية. هناك قتلى من الطرفين اليوم، بل وهناك 4 جنود أسرى بيد أنصار الشريعة بعد أن عملت عملية التفاف واسع، بينما أن مهلة الجيش 24 ساعة قد انتهت ومهلة المحافظ 48 ساعة قد انتهت. الآن يبدو أن الجيش بحاجة إلى مساندة للجان الشعبية وإنجاح تجربة اقتحام جعار مثل تجربة اقتحام لودر. هزيمة القاعدة في لودر عوضتها اليوم بانتصارات في جعار، لكن هناك خسائر أيضا في بشرية في تنظيم القاعدة. أنيسة، هذه المعلومات التي تتحدث عنها ما هي المصادر التي تستند إليها؟ هذه مصادر متفرقة. هناك مصادر اعتراف رسمي من بعض ضباط الجيش بما حدث، هناك تأكيد رسمي من قبل مصدر محلي ومشايخ وقبائل في نفس المكان، هناك مصدر مؤكد من قبل أيضا شهود عيان، يعني مجموعة من المصادر أكدت ما يدور. لكن أنا أقول أنه القاعدة دافعت عن جعار باستماتة وشراسة. القاعدة بدلا أن تكون في مكان الهجوم اليوم، يعني في حديث سابقة أنيس، يعني كان الحديث بأن القوات اليمنية تمكنت من الدخول إلى جعار وقامت بتشكيل لجان، وأن القاعدة يعني لا يوجد لها يعني أثر في هذه المنطقة. كيف عاد الوضع وتغير اليوم؟ هي دخلت إلى 3 مناطق على أطراف جعار ولم تدخل وسط المدينة كالعام. هي دخلت إلى مصنع 7 أكتوبر وإلى منطقة الرواء وإلى منطقة الحصن، وهي مناطق تبعد على يعني ب3 كيلومترات عن المدينة الأصل. لكن القاعدة يوم أمس قامت وجابت تعزيزات من مدينة عزال، وهذه التعزيزات كانت تعزيزات قوية جدا ودفاعا عن جعار، لان الدفاع عن جعار بشراسه معنى ذلك أنيس، يعني طبعا عسكريا يعني السؤال يستدعي عن الطيران ويعني استهداف هذه التعزيزات، كيف يمكن ان يحصل ذلك يعني بدون ما يكون هنالك تدخل؟ الطيران اليوم شن ضربات، ويعني اليوم القاعدة تعترف على أنها تتلقى هزيمة وأن هزائمها أغلبها بالطيران، وأن المعارك الأرضية أو المعارك التي على الميدان فهي دائما منتصرة لأنها تقاتل بشراسة وعندهم فن تدريب القتال في هذا. لكن اليوم الضربة الموقعة التي يتلقاها تنظيم القاعدة هي ضربات الطيران. لقد تكبدت القاعدة خسائر كبيرة جدا، بل ولن تستطيع التحرك في أحد سيد أنيس يعني سيد أنيس طبعا يعني أشرت في البداية إلى أن القاعدة تمكنت، وثم في نهاية الحديث تتحدث الآن بأنها تكبدت خسائر. أنا أقول لك أنها تمكنت على مستوى الجيش الميدانيا، لكن على مستوى الطيران فإن ضربات الطيران أزعج تنظيم القاعدة. هذه الخسائر التي يتكبدها تنظيم القاعدة كلها بالطيران، أما الخسائر الميدانية فإن القاعدة تقاتل جيش نظامي، وهذا الجيش النظامي ليس لديه استعداد لقتال حصن العصابات، وتنظيم القاعدة يستخدم العصابات، وهناك تعزيزات وصلت من جنسيات صومالية. الجماعات نحن بين أمرين، الجماعات الإرهابية تقول أنها أحرزت تقدم وصدت الجيش، والجيش يقول على أن يعني يحقق انتصار، لكن نحن نقول على أن مؤشرات سرعة الحصن العسكري سيكون عبر جعار، والقاعدة تدافع عن جعار لأنها المعقل الأساسي، فإذا سقطت جعار معنى ذلك أنها بداية النهاية لتنظيم القاعدة في اليمن. أنيس منصور الكاتب والصحفي كنت معنا من عدن، شكرا لهذه المشاركة.